من القلب لدير الزور تحيتنا الكتير كبيرة، وأكيد دعمكم من بعد الحصار يلي دام عليكم والمعاناة يلي عانيتوها أكيد كتير بهمنا، وأكيد نحن بدنا نتشكركم، وإن شاء الله هيك النصر الكامل لدير الزور بهمة أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. واليوم والساعة 6 المساء رح يضبط السوريين ساعة الأمل لتحقيق حلم طال انتظاره، انتظار فوز بيوحد قلوبهم فرح وين ما كانوا بأي بقعة من الأرض، بعيدا عن ويلات الحرب عن بلدهم وأخبار الموت والشهداء والجرحى. فتمام الساعة 6 مساء رح يلعب منتخبنا السوري أمام إيران بالتصفيات النهائية للتأهل لكأس العالم بروسيا 2018. ضيفنا الأول ليا، ما نبعيد عن هالأجواء، هو من أحد أفضل حراس سوريا، طبعا بسجله رقم قياسي ما وصل إليه أي حارس بسوريا من قبل، استطاع الحفاظ على نظافة شباكه لمدة وصلت ل 1005 دقائق، حقق خلال 11 مباراة بدون تسجيل أي هدف بالمرمى بموسم 2006 و2007. معنا السيد محمد كركر الحارس السابق لمنتخب سوريا وبالنادي الاتحاد والمحترف بأندية الشرطة والوحدة والمدرب الحالي لحراس منتخب سوريا الأولمبي. سعد صباحك أستاذ محمود. صباح الخير وصباح الخير وصباح الورد، وشكرا كثير لكم على التغطية الرائعة. صباح النصر. وصباح ان شاء الله النصر والفوق. باذن الله بالتنتين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. سيد محمود، يمكن كلنا اليوم متوحده قلوبنا على الساعه 6 المساء، كلنا متحمسين، كلنا عم ندعي، من بيقولوا من صمصومه القلب عم ندعي. صحيح. خلينا نحكي اليوم، شو توقعاتك بلعبه اليوم؟ يمكن قديش همه الشباب رح تتنفذ على ارض الواقع ضمن تكتيك صحيح لنيل اهداف مقابل إيران؟ أول شيء مشان موضوع أني من صمصوم القلب، طبعا أكيد كل واحد بسوريا، هو كل الناس بتحب منتخب بلده أو كل الناس بتحب بلده، ولكن أثبتت الظروف بأني الشعب السوري ممكن أكثر ناس بيحبوا بلده. هلا بدنا نحكي على موضوع اللاعبين أكيد على قدر المسؤولية، يمكن كنا تحت الهواء عم نحكي، نحن بالتصفيات بخلال هالأزمة كسبنا منتخب يحترم، منتخب على أعلى مستوى أداء تكتيكيا، في انضباط في أرض الملعب، لاعبين نجوم، يعني أي منتخب ممكن عنده نجم أو اثنين أو ثلاثة، نحن الحمد لله فريقنا بيعدي 6 أو 7 نجوم، يعني نجوم لهم تأثير معين بالملعب. طبعا مع الكادر الفني المشكور على رأسهم الكابتن أيمن حكيم والأستاذ فادي اللي قدموا كل، يعني اللي بيحسنوا عليه واللي كان صعوبة ليحسنوا عليه وقدموا، والحمد لله عم نحصد النتائج ان نحن وصلنا لهالادوار هاي. طبعا اللاعبين اكيد كلهم يعني عارفانين شو قيمه المباراه اليوم، يعني قيمه المباراه هي اذا حسبوها اعلاميا، حسبوها ماديا، حسبوها معنويا، كل الامور بتصب بمصلحه الكره السوريه، يعني من اول ما بلش المنتخب بنتائجه الرائعه له او الكاركتر اللي ظهر فيه خلال الاياب بالتصفيات، صارت العيون كلها على المنتخب السوري كلاعبين كمدربين كإداريين. هذا الشيء بيسوي يعني درجة يعني قفزة نوعية بالكرة السورية. نحن هذا اللي كان نحن كنا رغبانين فيه، أن يكون عندنا منتخب يعني يحترم، والحمد لله أنا بتوقع أن نحن بهالتصفيات بين عنا أن إن شاء الله عندنا فريق محترم، ويجب على أي فريق بينزل قدامه يحترمه، بعكس ما كان قبل. للأسف الشديد كان في بعض أني يعني كان في تساهل بموضوع بظل الأزمة بظل الأمور، ولكن الحمد لله هلا إذا كان منتخب إيران نحن بدنا نسألهم للإيرانيين بأرضهم هن شو شعورهم، لأن هن كمان عم بيلعبوا منتخب سوريا، المنتخب اللي كان عم يمشي بتدرج لحتى وصل لآخر 3 مباريات، ممكن اليوم إن شاء الله نحن أكيد يعني إذا ربحنا وما في شيء صعب. كرة القدم بصراحة جمالية كرة القدم أني ما فيها شيء صعب، لذلك عكس التوقعات لعبة حظ ربح هلا حظ صح، ولكن في مقومات، في عندك تكتيك معين أو شغل على هالموضوع. بيقولوا لعبة حلوة ولعبة مو حلوة، صحيح، ومتعة، ولكن اليوم مو مطلوب المتعة، اليوم مطلوب النتيجة. صحيح. لأن في كل مباراة أكيد الكابتن والكادر الفني واللاعبين أكيد لعبانين، وكلهم يعني أغلب لاعبيننا صاروا محترفين بأندية يعني جيدة، كان بالعراق أو بالسعودية، وما شاء الله يعني كلهم الله يحميهم يعني عم بيقدموا نتائج وعم بيقدموا مستوى رائع جدا.
فهذا الموضوع كل مباراة كل جولة وإلى التكتيك تبعه. بتوقع اليوم ما بدنا نطلع نحن أول شغلة على موضوع الفنيات والأمور. المدرب واللاعبين أكيد أريانين المباراة، أكيد أريانين الخصم، أكيد في بعض اللاعبين لعبانين على ملعب أزالي صح، يعني هو ملعب بتسأل أكثر من 100,000 متفرج، ملعب يعني بس أغلب اللاعبين لعبانين فيه بس بغير منطقة. نفس استاد حلب اللي بحلب نفسه على الضبط، نفس الكاركتر تبعه، نفس الصوت الضخام، الأمور نفسه على الضبط، حتى أطواله عرض. فهذا الموضوع أكيد الكابتن أيمن مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين أكيد ما بيغيب عنه. لذلك إن شاء الله اليوم إن شاء الله بنكون نحن المفاجأة لمنتخبنا، طبعا الإيرانيين أشقاء ولكن نحن هم لعب كرة قدم، فكرة قدم يحترم القوي، وإن شاء الله اليوم حسب الظروف إن شاء الله بنحسن ناخذ المباراة برواق وبهدوء وبنطلع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. اليوم حضرتك كحارس مرمى أيضا، كيف تشوف أداء المنتخب السوري وخاصة بعد فوزه على قطر وتأهله هلأ أيضا هاي المباراة اللي بتأهله لكأس العالم بروسيا، وهل بتتمنى تكون معهم؟ هل بيرجع لشريط ذاكرتك شيء محبب أو بتتمنى؟ أكيد مع احترامنا للمواث، ولكن أكيد طبعا أكيد كل إنسان له جيل، فالإنسان بده ياخذ جيله وجيل غيره. لا هلا أنا إيه أكيد بشوف إبراهيم علوي ممكن، يعني ممكن في شغلات بتميز فيها كان ممكن أفضل مني، في ممكن أنا كان شغلات ما، يعني أنا برأيي المرمى السوري بصراحة صار له أكثر من سنتين أو ثلاثة، يعني الحمد لله بأحسن أيامه يعني. أموره بخير الحمد لله، يعني إبراهيم أنا واثق يعني، وأنا يعني إبراهيم عالمي أنا متبعه من أول ما كان بالأولمبي وطلع، يعني الله يحميه يعني من يعني مشان ما نبالغ والناس يقولوا من خيرة الحراس بالوطن العربي، لأنه يمتلك مقومات كحارس مرمى جيدة جدا يعني ما شاء الله، وأثبت هالموضوع طبعا أكيد كل اللاعبين والاحتياط إن كان محمود أو إن كان حارس الشرطة مدنية كلهم كويسين يعني، ولكن شاءت الظروف إن إبراهيم. فبرأيي أنا كحارس مرمى حاليا يعني ماشيين بالتدريب، إبراهيم إن شاء الله اليوم أموره يعني بخير مثل أي مباراة كان بلعبها يعني، وإبراهيم صار عنده تجربة رائعة وخبرة، ويعني قلت لك ومن أفضل حراس الموجودين، وبحب أذكره أني هو من فترة كان طالع على إيران، فبتمنى أن يفرجيهم من إبراهيم على المليون. نعم أكيد نوجه له تحية كتير كبيرة لأكيد حارسنا إبراهيم، وأكيد الأنظار كلها عليه بتكون صحيح. يمكن كتير كبيرة صحيح. بالختام لكل يمكن فرد من أعضاء المنتخب شو بتحب تقلون، لكل لاعب شو بتحب تقلون، يعني أنت عايش معهم الجو وأكيد قلبك معهم، ولكن هيك كلمات هيك بتخص اللعيبة. هلا أول شغلة أنا بحب أشكر الكادر التدريبي والفني من حتى من أكبر هذا بالاتحاد إلى اللي عم يشيل الكرات، لأني قدموا كل شيء ما بخلوا بشيء نهائيا. نحن بنشكرهم على كل الجهود والتعب والمطارات والفيز والأمور، ويعني تعبوا كتير لحتى وصلوا، نحن كنا لاعبين وكان ما فيها ظروف وكانت الأمور شوي تتعقد علينا ما بالك بها الظروف. أنا بشكرهم لأني وصلوا لهالمرحلة هاي، بحب أقول لهم أني أنتوا أديتوا الواجب. أنا برأيي كرياضي أنتوا الطموح تبعنا كفريق نحن بنعتز فيه ونحترمه، أنتوا وصلتونا يعني. فريق صار يحترم مثل ما قلت لك، فريق صار ينحسب له ألف حساب، بشكرهم لوصولا لهالمرحلة، ومنتمنى منهم يعني وانت أدرى بالظروف يلي منتمنى منهم أني يعني أني اليوم مباراة أعصاب، مباراة تركيز، مباراة مسؤولية ضغط نفسي كبيرة. مسؤولية كبيرة، إذا نحن منحملهم أكثر نحن منخاف ليقلب لتوتر، لا هن وصلوا يعني نحن اللي بدنا يا كجمهور أو يعني وصلونا يا، ومشكورين كثير على كل نقطة عرق نزلت منهم من الكل من الكادر، ولكن بتمنى اليوم التركيز الهدوء، أهم شيء بهيك مباريات أن نحن ما يسجل جول علينا، لأن نحن داخلين بزخم، داخلين بتركيز ما بدنا نفقد تركيزنا. أهم شيء وأكيد الكباتن هنيك وهن حتى اللاعبين ما شاء الله صار في نضج كروي خلال احترافهم برا، بيعرفوا إيش بدي أكلوا، فبتمنى أن يكون يوم التركيز والهدوء وما نستعجل بالجول،
وان شاء الله ونحافظ على مرمانا، وان شاء الله ان شاء الله موفقين، وان شاء الله كلنا بنفرح بعد الساعة 8 الا ربع او 8 ان شاء الله بنفرح. وبس نحن اهم شيء نشيلهم من شيء ضغط، اني هن شكرا كثير لكم لانكم وصلتونا لهالمرحلة وفرحتونا، لذلك ان شاء الله ان شاء الله فرحونا. وبالختام بشكركم وبشكر الإخبارية على هالتغطية الرائعة والجميلة. سمعت من هاي اني بدون قناة، اذا هيك كل يعني كل مناسب بده يسوي القناة الإخبارية ما في داعي للقناة الرياضية. يعني شكرا كثير لكل العاملين وموفقين ان شاء الله، وان شاء الله كلنا بنفرح ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون الفوز من نصيب المنتخب السوري، وبتكمل فرحه السوريين ايضا مثل كمان ما عم بفرحوا قلوبنا رجال الجيش العربي السوري بدير الزور قلوبنا معهم. انا بدي اتشكرك ابن المنتخب السوري وحارس المرمى السابق فيه محمود كركر، شكرا لوجودك معنا. شكرا سيد محمود، واكيد ان شاء الله يا رب اليوم كلنا ان شاء الله نلتقي مره ثانيه ان شاء الله، ان شاء الله ناطرينك بالفوز. شكرا كثير.